نرحب بسماحة الشيخ راضي القفاص، وحبذا تقدم للأمام عشان تشوفون البروجيكتر أوضح، لأن المحاضرة تندرج تحت العرض. تفضلوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا والشفيع ذنوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم أيها المؤمنون ورحمة الله وبركاته. بلغ العلا بكماله، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، بلغ العلا، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى، كشف الدجى بجماله، حسنات 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 جميع خصاله. صلوا صلوا عليه وآله. نبارك لكم ولادة النور محمد النبي صلى الله عليه وآله، الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، وهو الذي بكل المقاييس والأعراف والأديان شاطئ وسحاب، شاطئ أمان لكل خائف وتائه في زحام الحياة، وسحاب رحمة تهطل رأفة وأمنا وسلاما من لدن غفور رحيم. وولادة حفيده الإمام الصادق عليه السلام
وهو صادق القول الذي عبق الإسلام بعلمه وفكره وعطائه. المحاضرة بعنوان لا للجاهلية، لا للجاهلية. محطات الحديث إن شاء الله سريعان. أهم أهداف وجود النبي صلى الله عليه وآله ووجود الإمام المعصوم عليه السلام، ثم الإدبار عن التعليم الديني، ثم الركون إلى الظالم، كونوا لنا زينا، أحيوا ثورة الدعاء، كثرة الدعاء بتعجيل الفرج، نداء استغاثة. أهم سبب وهدف وفلسفة وجود النبي صلى الله عليه وآله والإمام المعصوم عليه السلام هو اجتثاث الجهل والجاهلية. كانت تقاليد بالية، كانت جاهلية. واحد يجيبون له بيت يؤدها يدفنها حية، يعبدون الأصنام، يأتون الفواحش زنا، يقطعون الأرحام، يسيئون إلى الجار، تنشب بينهم النزاعات والخلافات على الماء والزرع، تستمر بينهم النزاعات إلى أعوام لا يعرفون الحلال والحرام. ففلسفة وهدف وجود النبي والإمام وحركة الأئمة عليهم السلام اجتثاث الجهل والجاهلية والدعوة إلى التوحيد. ولذلك أتت أو كان من ضمن أهداف البعثة ووجود الأنبياء ومن بعد ذلك حركة الأئمة هو من أجل العلم والمعرفة والتزكية والأخلاق وتأصيل القدوة الصالحة. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، في ظلام دامس، في جاهلية. ملاحظة جدا مهمة وفي غاية الأهمية، وهي ما لم يتم علاج مرض الجهل وإزالة الجاهلية لا يمكن أن تتوقع أن تسود المجتمع القيم الدينية. إذا عالجنا وسوينا اجتثاث للجهل والجاهلية يستقر المجتمع، ما لم نقضي على الجهل والجاهلية والعصبيات وعبادة الأصنام. عبادة الأصنام مو بس حجار، عبادة بشر. على كل حال يا أحبتي، أنا بأخذ لكم محطتين في موضوع الجهل. محطة الأولى من الجهل، من الجهل الإدبار عن التعليم الديني. من الجهل والجاهلية هو الإدبار عن التفقه والتعلم والتثقيف الديني. يعني أسرة تبني حياتها من بداية نشوء حياتها ما تدري عن موضوع التفقه في أمور الدين، أو واحد يشق طريقه في الحياة ما يدري وش معنى التفقه والتعلم والتثقيف الديني.
هذا في جهل وجاهلية. نعم هناك مشكلة كبيرة. يعني الآن عائلة تبني حياتها ما عندها رؤية عن البعد العقائدي مثلا، ما عندها رؤية عن البعد الفقهي، ما عندها رؤية عن البعد الأخلاقي. هذه عائلة ما تستقر بعد، مشاكلها كبيرة تصير. البعد العقائدي يكون إنسان يعرف أصول دينه، توحيد والعهد النبوة الإمامة معاد يوم القيامة مثلا، يعرف البعد الفقهي يعني يعرف الحلال والحرام زين، يعرف عباداته، يعرف معاملاته. في البعد الأخلاقي يعرف آداب دينه، أخلاق دينه. إذا صارت إنسان ما عنده بعيد عن هذه المنظومة هو في الجهل، إذا صار عنده إدبار عن التفقه في عقيدته في البعد الفقهي في البعد الأخلاقي، هذا في جهل في جاهلية. في مشكلة كبيرة، التغرب عن التفقه في مسائل الدين. يعني الواحد يكبر مسائل الدين في وادي وهو في وادي، الأسرة تنمو تفقه في مسائل الدين في وادي وهم في وادي، وهذا أمر خطير. أنتم تعرفون ثورة الإمام الحسين أتت من أجل ماذا؟ من أجل اجتثاث الجهل. ومن الجهل أن الإنسان لا يتعلم أمور دينه. الإمام الحسين أتى من أجل حفظ معالم الدين حتى لا يضيع الدين. ترى إذا الإنسان ابتعد عن التفقه في مسائل الدين يعني ضاع الدين، يعني خفت معالم الدين. إذا صار ضياع للدين، خفا لمعالم الدين، وش النتيجة؟ اتباع طريق الجاهلية، يعني أن الإنسان يحكم أهواءه في تطبيق الدين أو فهمه. بعد موضوع حلال حرام مو صوبه، كيف ما عنده بعد فقه، له غريب عن مسائل الدين، ما يعرف ان الله بعد موجود. فيطبق على ما هو يريد على حسب مشتهياته، يجلس مع الأجنبية، يسوي معاملة ربوية، يحتكر زين، ما يهتم للجار، ما عنده، كل يوم يؤذي الجار. ليش؟ لأنه هو بعيد عن مسائل الدين. مسائل الدين منظومة عقائد فقه أخلاق، فإذا ابتعد الإنسان عن هذه صار عنده غربة عنها، بعد خلاص فوضى تصير عنده، يحكم أهواءه في تطبيق الدين أو فهم الدين. ولذلك يعتبر تغرب عن التفقه في مسائل الدين من أكبر الكبائر. هذه مسألة جدا مهمة، ولذلك وردت روايات تقول لا تكونوا أعرابا. شنو لا تكونوا أعرابا؟ يعني تكونوا جاهلين بأمور دينكم، بعقيدتكم، أخلاق دينكم، الجانب الفقهي مثلا، حلال والحرام. لا تكونوا أعرابا، فإن الأعرابي ما يعرف أمور دينه. فقد ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: عليكم بالتفقه في دين الله، ولا تكونوا أعرابا بعيدين عن مسائل الدين، جهلاء زين. فإنه من لم يتفقه في دين الله لم ينظر الله إليه يوم القيامة ولم يزكي له عملا. شوف الخطر وين يصير.
شوف أنا بجيب لكم مثال إن الإنسان إذا ما تفقه في أمور دينه وشي نتائج عدم التفقه. فقد روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه سئل عن مجذور، مجذور واحد في جذري أصابته جنابة، قاموا غسلوا فغسلوه فمات. قال قتلوه. ألا سألوا فإن دواء العي السؤال، دواء الجهل السؤال. الإنسان اللي ما يتفقه في أمور دينه يدخل في مثل هالمشاكل دي الخطيرة. هذا مثال، فكيف ذاك البعيد بعد في معاملاته في علاقاته يدخل في متاهات في خطورة. ووردت روايات أن أكثر الناس يدخلون ويهلكون ويدخلون النار كما في هذه الرواية، إنما يهلك الناس لأنهم لا يسألون عن الإمام الصادق عليه السلام. إذن ما هو السبيل، ما هو السبيل لتحقيق التعليم الديني؟ وأنا ترى أتكلم إليكم الآن أبناءنا، بجيب لكم أمثلة الآن. إحنا خب في أيام الحج نلاقي بعض المشاكل، نشوف بعض مشاكل الناس، بعض الناس إنه يجي هناك يتعرف على كثير من أمور دينه وبعدين الرجعة من جديد بعد مثلا في صلاته وضوءه في بعض معاملاته في خمسه. الآن الشباب يروح الجامعة، يدخل الجامعة من دون أرضية فقهية، وأنا إذا أتكلم فقهية يعني مسائل الدين، يعني عقيدة، يعني فقه، يعني أخلاق. يدخل وشق الطريق، يدخل ساحة الجامعة من دون أرضية. الجامعة ترد عليه شبهات، ترد عليه أغراءات، ما يقدر يصمد أمامها. يعني أمس شاب يقول لي أنا ما أنا قادر، أنا في الجامعة، حين أتصل لك من الجامعة أطني حل دعاء، ما أنا قادر أصمد أمام بنية ترى مأدتني، تتواصل إياي تأخذ رقمي وتتواصل إياي، ما أنا قادر أصمد. لكن إذا خلقنا أرضية من البداية من البيت تتحرك الجانب الفقهي في مسائل الدين، هاي يصير عنده وازع، يقلل عليه، يعطيه ثبات، يعطيه صبر، زين. لكن إذا البيت فيه خلل وهو بعد ما يحاول أن يهتم إلى هذا الجانب، يقع فيما لا يحمد عقباه. بعضهم اللي يروحون برا الآن اللي يدرسون في الجامعة برا عندهم مشاكل كبيرة، ترد عليهم شبهات جدا خطيرة، بعضهم يتأثر بيها لأنه ما عنده أرضية. فإحنا نضطر بعض الأحيان نتواصل مع بعض الأخوة، نخلي بعض الأخوة المتخصصين يتواصلون إياهم حتى يحطونهم على الجادة. لكن إحنا نريد من البيت أن يهتم إلى هذا الجانب المهم. إحنا نريد يصير عندنا رغبة، إيجاد الرغبة في طلب العلم. كيف أنا يصير عندي رغبة؟ أروح أقرأ بعض الروايات الواردة في أهمية طلب العلم الديني وثوابه وآثار الدنيوية والأخروية، هذا يعطيني محفز، زين. عن رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا أتى علي يوم لا أزداد فيه علما يقربني إلى الله فلا بورك لي في طلوع شمس ذلك اليوم. تفقه في أمور الدين سبب إلى المراتب الرفيعة والدرجات الرفيعة في الدنيا والآخرة. فإيجاد الرغبة هذا أول شيء. أمر الثاني إن إحنا
ناخذ علمنا من المصادر النقية، معرفة المصادر النقية. احنا ولله الحمد الله سبحانه وتعالى من علينا بمحمد وآل محمد. هذا مصدر نقي للعلم والعمل، لكن هذا المصدر النقي من وين ناخذه؟ ناخذه بطرق مختلفة، الطريقة المحبوبة أن تختارها، لكن احنا عندنا شرط في أخذك عن هذه المدرسة أن تكون الجهة اللي بتاخذ من عدها يسمونها جهة ربانية، يعني تاخذها من مرجعية ربانية، تاخذها من عالم رباني، لأن مو من شبه العالم. ترى الآن صار عندنا موجود شبه عالم، عندنا عالم وعندنا شبه عالم. لا بتدققون، ترى الموضوع خطير الحين، وشبه العالم بعضهم فنان، ولكن احنا الحمد لله معروف الجهات، عالم رباني. روايات تقول دينك هذا من عالم رباني، يبين لك يطلع لك المعالم الصحيحة من هذه المدرسة. ولذلك إذا أنت بتختار القراءة مو كل كتاب تقرأ، لا بتطمئن أن هذا الكتاب من عالم رباني، من جهة ربانية، يعني عندها علم، عندها معرفة، عندها تقوى، عندها ورع، ما عندها أهواء في التأليف. زين، بعد الاستماع لابد بعد تستمع إلى عالم رباني، إلى جهة ربانية، لأن الآن واجد من يتكلمون ويتحدثون. بعد إذا تريد الشاهد مو كل قناة شاهدها، لابد قناة ربانية إلا يشرف عليها جهة ربانية موثوقة، وإلا الآن قنوات ما شاء الله فلان وفلان وفلان. فاحذروا، احذروا، لابد تكون المشاهدة للقنوات الربانية. بعد التعلم، بتروح تتعلم عند شخص يكون هذا الشخص اللي بتروح له يكون عالم رباني، ما عنده أهواء، عنده إيمان، عنده ورع، وهكذا. ولذلك وردت في الرواية العلم دين والصلاة دين فانظروا عمن تأخذون هذا العلم. اعرفوا ممن تأخذون معالم دينكم. الطعام اللي تريده تأكل بعض الأحيان تسأل عنه، الطعام العادي، فكيف بطعام اللي يدخل في عقلك، في معقولك، في جو، في نفسك، في روحك؟ هذا مهم. مثل ما هذاك يضر تتخاف، تروح البرادة إذا شيء مشتبه تسأل عنه، فكيف بما يدخل في عقلك؟ فلا بد من التدقيق. انظروا ممن تأخذون معالم دينكم. بعد من ضمن الطرق لتفقه في مسائل الدين هو مجالسة العلماء. سوي برنامج أزور العلماء أو أتواصل إياهم في المسجد. من أدخل المسجد عندي برنامج أقعد إياه، حامل إياه كم مسألة عقائدية فقهية أخلاقية، وأسأله أستفيد من عنده، أزوره في بيتهم. في الرواية مما روي عن لقمان من حكمته ووصيته لابنه: أي بني صاحب العلماء وجالسهم وزرهم في بيوتهم لعلك أن تشبههم فتكون منهم. هذا مصدر من مصادر التعلم.
والتفقه في أمور الدين. إحنا بعض الأحيان بعض الأسر ما تتمكن زايد أن تروح في هالوادي، مطلوب منها أن تجهد نفسها. وأنا أركز على من يبدأون الحياة الآن، شباب يكون من ضمن برنامجهم في هذا المشروع الإلهي، مشروع الزواج، من ضمن برنامجهم التفقه في مسائل الدين. من ضمن برنامجنا أنا وزوجتي، من ضمن برنامجنا في تكوين حياتنا، تكوين مشروعنا هذا الإلهي، هو التفقه في مسائل الدين. حتى إذا الزوج الزوجة من البداية بدأوا على هذه القاعدة، هذا بيترشح على أبنائهم. لكن بعض الأحيان بعض الناس ما يتمكنون، فإحنا الله من علينا بمشاريع تعليم ديني، فوق 100 مشروع تعليم ديني ولله الحمد. فنحاول أن نقوي هذه المشاريع معنويا وماديا، وندفع بأبنائنا لهذه المشاريع، ومو تسقط المسؤولية، ونتابع أبنائنا مواظبتهم، فهمهم، اهتمامهم، صلاتهم، دينهم. مو أودي المشروع وانتهى الموضوع، ما تنتهي المسؤولية. فهذه نعمة من الله، وأنتم محاربون. بعد احنا الحمد لله الله من علينا بالمسجد والماتم، نتعرف على أمور ديننا، أمور ديننا، فلا نقصر في الاستفادة من هذه المواقع الطيبة والمباركة، حتى أبنائنا إذا نشأوا وتعلموا أمور دينهم. تعال إذا وديت الجامعة في الخارج، يروح طبيب متدين ويرجع متدين ويخدم وهو يحمل التقوى، مو يروح طبيب ما عنده أرضية ويرجع لنا عنده أفكار ويخرب لنا الدنيا. وهذا أمر خطير، يعني فيه اهتمامات الآن بالجانب الأكاديمي والجانب الديني مهمول، وتشوف نصرف أموال على أبنائنا، هذا أمر خطير. فحركة النبي والإمام الصادق عليه السلام هي من أجل اجتثاث الجهل التي من مظاهرها الإدبار عن التفقه في مسائل الدين. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عن النبي صلى الله عليه وآله: أفن لكل مسلم لم يجعل في كل جمعة يوما يتفقه فيه أمر دينه ويسأل عن دينه. يعني يقول سوي لك برنامج، سوي لك برنامج، برنامج تتفقه في أمور دينك، زين، وإلا أوف نتيجتها أن هذا الموضوع يصير من أكبر الكبائر، ونتيجة ترى النار. فالإنسان يسعى قدر الإمكان لأن يتفقه في أمور دينه. هذه النقطة الأولية من الجهل والجاهلية هو الإدبار عن التعليم والتفقه في مسائل الدين. من الجهل الركون إلى الظالم. وما معنى الركون إلى الظالم؟ الركون إلى الظالم معناته السكوت على ظلمه، معناته عدم الخروج عليه، معناته مبايعته، وإن كان ظالما ومفسدا، ومثلي لا يبايع مثله. هذا مبدأ مهم، هاي كلمة مثلي لا يبايع مثله. هذا الإمام الحسين ضرب مبدأ يسمون مبدأ ولاية ولاة الفساد، وإن كان ظالما ومفسدا لا تخرج عليه، اسكت على ظلمه وخلي يعيث في الأرض فسادا. إمام الحسين أخذه ممن؟ أخذه من رسول الله صلى الله عليه وآله.
محمد صلى الله عليه وآله كان قوي الإرادة، صلب الإيمان، لا يركن إلى الظالمين، لا يخضع إلى المتكبرين بعد. ولذلك صلى الله عليه وآله وقف أمام ولاة الفساد، أمام هذا المبدأ، ولاة الفساد، هو وقف أمامهم. ولاة الفساد وش شغلهم؟ ولاة الفساد شغلهم السيطرة، سيطرة على وين؟ على عقل الأمة، على تفكيرها، على روحها، على نفسها، على رزقها، على مقاليد أمورها وفق رغباتهم ومشتهياتهم. وبالتالي وش معنى هذا؟ يعني الاستبداد معناته محاربة الهوية الأصيلة، معناته تضييع حقوق الأمة. ولذلك الرسول وقف أمامهم، ومن بعده سار الأئمة عليهم السلام كل بحسب ظروفه. فقد ورد عنه عليه السلام: من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله، ناكثا لعهد الله، مخالفا لسنة رسول الله، يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان، ثم لم يغير بقول ولا فعل، كان حقيقا على الله أن يدخله مدخله. احشروا إياه. ولذلك صلى الله عليه وآله وقف أمام طواغيت وجبابرة قريش، نعم، فكان رمزا صامدا في أداء رسالته رغم ما قدمته قريش له من صنوف العذاب والأذى ومقاطعته اقتصاديا 3 سنوات، حتى بلغت القلوب الحناجر، وصل بهم الحال إلى أن يقتاتوا ورق الشجر، نعم، ولكنهم لم يتنازلوا. ومقاطعته اقتصاديا واجتماعيا والتنكيل والقتل لأصحابه، فكانت له الغلبة والانتصار لمبادئه الحق. نعم، كان صلب الإرادة، فلم يقبل بحوار قريش المجحف الذي يريد سلب حقوق رسالته، ويرفض عرضا دنيويا. ترى الرسول بعد قالوا لأبو طالب خليه يوقف، دوخنا كل يوم مطالب، كل يوم بغير، كل يوم بنعطي فلوس بس خليه يوقف. ويرفض عرضا دنيويا كما هو الحال. ترى يعني الأخوة من الرموز على رأسهم شيخ علي، هو قال لكم في عروض مادية، أموال. ويرفض عرضا دنيويا مساومة على مبادئه فأعلنها: والله لو وضعتم الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته، أمر الدعوة. فكانت له الغلبة والانتصار لمبادئه الحق. كان صابرا صلى الله عليه وآله، محتسبا مما لاقاه من بطش قريش وحربها، وكان له الوعد الصادق: لا يعدم الصبور الظفر وإن طال به الزمان، كما عن الإمام علي عليه السلام. وقول الله
ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فكانت له الغلبة والانتصار لمبادئه. أهم درس نتعلمه من الرسول صلى الله عليه وآله عدم التنازل عن المبادئ والقيم والحقوق، رفض الظلم بكل أنواعه، عدم الاستكانة للظالمين مهما كانت الفرعنة، الصبر والثبات والإصرار على الموقف، وعدم الخوف من الترهيب والتخويف وقطع الأرزاق والسجن وما شابه ذلك. جمعية التوعية، خلصنا من أمرين. جمعية التوعية كان عندها برنامج في هذا العام حول التسامح، وأنا اخترت هذا العنوان يصب في بعض برامجهم، عنوان كونوا لنا زينا. يا أحبتي كونوا لنا زينا، هذا نداء من مدرسة أهل البيت للمنتسبين إليها عن النبي صلى الله عليه وآله يقول: أحسنوا لباسكم وأصلحوا رحالكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس. يعني كونوا زينا في جوهركم، في ملبسكم، في سلوككم. شامة يعني خال، والخال عادة شيء يجذب، يقول يعني كونوا زينا تجذبون الناس. أيضا عن الإمام الصادق عليه السلام: يا معشر الشيعة، إنكم قد نسبتم إلينا، كونوا لنا زينا ولا تكونوا علينا شينا. في أمرين أنا أريد أتكلم. الأمر الأول إن إحنا ما بيننا بعض، إحنا كأبناء طائفة مطلوب من عندنا التواصل يا أحبتي، تعاطف، التعاون فيما بيننا. فقد ورد عن الإمام الصادق عليه السلام يقول لأصحابه، وأنتم أصحابه، اتقوا الله. اتقوا الله يعني يعني فعلوا الواجب واتركوا المحرم. اتقوا الله وكونوا إخوة بررا متحابين في الله، متواصلين، كل واحد يسأل عن الآخر، متراحمين، كل واحد يفزع للآخر، يدعم الآخر. مثلا فزعة العائلة مثلا تفزع، تقوم بفزعة لتزويج واحد من أبنائها. المجتمع إذا شاف واحد فقير يفزع إليه. زين، نعم، متراحمين، تزاوروا وتلاقوا. لكن بعد تزاوركم وتلاقيكم لا يصير فضفضة وضياع للوقت، لا، تزاوروا وتلاقوا وتذاكروا أمرنا وأحيوا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: التواصل والتعايش بإحسان مع عامة المسلمين. لا نخلي نفسنا إن إحنا غير المسلمين، نحن من المسلمين. شيلوا هذين تكفيريين إلا شأنهم القتل والتفجير، هذا اللي نشيلوهم. عامة المسلمين كيف نتعاطى وياهم؟ السيد السيستاني، احنا ليش نريد نوصل هالرسالة؟ فيها عزة وكرامة وقوة وحفظ الأمة. سيد السيستاني تدرون ايش يقول؟ عجل، ليش اسس السيد الامام اسبوع الوحدة؟ لك الواحد يصير يعني سني وشيعي وكذا، مو هذا الموضوع، لا، من اجل عزة وكرامة وحفظ الامة، كيان الامة، ومن اجل عدم اراقة الدماء. هذا برنامج عظيم، واحنا مأمورين ان نهتم اليه. الإمام السيد السيستاني أعلى الله مقامه
يقول السنة لا تكون السنة أخواننا أنفسنا، يمكن بعضنا يتعدى منها، لا يقولها عن صدق ويعرف آثارها. السيد الشيخ مكارم شيرازي يقول أنا عندي علاقات عميقة من سنين إلى الآن، علاقات متميزة مع إخواننا السنة في هناك في إيران ومن خارج إيران. شيلوا دلين، يقول شيلوهم، هذه العلاقات جدا مهمة. بعض الأحيان واحد سبحان الله يجي قاعد واحد في براد برا مستانس ويطلع كلمات جارحة ويسوي مواقف، وتالي هذه المواقف تصير على عامة الشيعة، هذا خطر. كانت عندنا زيارة لبعض المشايخ في هذه الأيام لزيارة معالم المدينة، حتى انتم تحطون بالكم زين حتى في روحاتكم المدينة كيف تكونون. فزاروا المعالم، صار لقاء مع أحد الأخوة الشخصيات المقربة، يقول قولوا للجماعة في البحرين إذا جوا المدينة يلتفتون لروحهم زين. يقول هذا لين حتى اللي يدخلون داخل الحرم ببرمودة كلهم مصورين، والنسوان اللي نص الليل تطلع كلهم مصورين، اللي يدورون كلهم يصورونهم، أي تصرف يسجل، الأشياء اللي تصير في البقيع يقول يسجلونها وبعدين يقدمونها إلى أبنائهم، يقول لهم هذا لين شوفوهم، هذا لين الرافضة. وبعدين تصير عند هذا عوام الناس دلين له، تصير عندهم قناعة أن هؤلاء كفرة لابد أن يجزروا. وإذا بعد يجي لك واحد شبه عالم وهو قاعد في براد ويسوي لك هالقضايا هذه ويتكلم على فلانة وفلانة، وتالي هو هناك مرتاح، تالي في باكستان في العراق في هنا وهناك يجزروا. هذا موضوع خطير جدا، لا نروج إليه زين، ونقف أمام هؤلاء شبه العلماء ومن يروج. أنت تطلع مظاهرة في مكان وتلبس لباس أحمر وتسب فلان وفلان، هذا وش آثاره على الطرف الآخر؟ الآن كل شيء ينقل، ولذلك ينبغي لنا إذا ذهبنا إلى المدينة أو أي مكان مع جيراننا هني أحسن معاملة. إذا رحنا المدينة وش لك تصر على بعض الأشياء؟ ما له داعي، روح سلم سلام عليك يا إمامي ورحمة الله وبركاته، سلام عليك يا رسول الله، انتهى الموضوع. شوفوا هالرواية الجميلة، السيد محسن الأمين، هذا قصة عجيبة بأجيب لكم قسم منها. أحد الشخصيات راح بزور فوانا في سوريا، السيدة زينب سلام الله عليها بلغنا الله وإياكم، يقول يوم رحت شفت السيد الأمين رحمة الله عليه وهو عالم رباني يسير ولا جنازة أحد علماء العامة، فيقول سلمت عليه صحبته لحقته وصلنا إلى الجامع الأموي وانشحن ما شاء الله. تالي أولياء الميت طلبوا من السيد الأمين تعال صل على أبونا على هذا العالم، صلى. بعد ما صلى كل اللي في الجامع أتوا للسيد يحيونه يقبلون يديه، استغرب هذا، قال لي سيدنا كيف هؤلاء يعني ألا يعلمون بأنك عالم يعني شيعي، كيف وسوت لهم سيدنا اللي خليتهم يجون يقبلون إيدك يحيونك؟ يقول أنا عشت 10 سنوات بينهم
وبعض الناس من الجهال أوشوا عليه دفعوا فلوس وخلوا بعض أطفالهم يجون يرموني بالحجارة في السوق، ويجون لي من الخلف بعض الأحيان يفلون عمامتي. صبرت على ذلك وعدت مرضاهم، دائما ألاقيهم بالبشاشة، إذا صار الجنازة أروح لهم أتفقد اللي يغيب منهم. فتحولت تلك الحالة، حالة البغض إلى حب. هكذا نتعلم من علمانا، وهو عالم رباني، مو شب عالم. هذا من وين أتعلم؟ أتعلم من هذه المدرسة. يقول الإمام الصادق عليه السلام عن معاوية بن وهب قال، قلت له يعني للصادق عليه السلام: كيف ينبغي لنا أن نصنع فيما بيننا وبين قومنا وبين خلطائنا من الناس الذين ليسوا على أمرنا؟ مو على أمرنا، سواء كانوا سنة أو غيرهم. زين؟ قال: تنظرون إلى أئمتكم الذين تقتدون بهم فتصنعون ما صنعوا ما يصنعون، فوالله إنهم ليعودون مرضاهم ويشهدون جنائزهم ويقيمون الشهادة لهم وعليهم ويؤدون الأمانة إليهم. هذه مدرسة أهل البيت. كونوا زينا لنا. جارك إذا كان على غير مذهب كن أحسن جار له. في العمل عملية أحسن معاملة. في الجامعة أي مكان أنت كذي، خل خلق هذا، وما تعامل إياك بإحسان أنت تعامل معه بإحسان، كما هي وصية الأئمة عليهم السلام. أحيو ختاما، أحيو ثورة الدعاء يا أحبتي، أحيو ثورة الدعاء. كان هناك برنامج في الحراك الثوري يسمونه ثورة الدعاء، مع الأسف ضعف. خلنا نرجع هذا البرنامج بقوة وباستمرار. ليش؟ لأن هذا البرنامج كل الأنبياء والأئمة والأولياء لجأوا إلى الدعاء في الشدة والرخاء. هذا برنامج مستمر، حيث أنه الاتصال المباشر في أي وقت بالله تعالى. الدعاء سلاح، سلاح. بس عاد في التسجيل لا تخلون بس سلاح. الدعاء سلاح. نعم، يقول الإمام الخميني إن أكثر أئمتنا ما قدروا يقومون بثورة، لكن عندهم ثورة ثانية تعطيهم جرعة يقدرون من خلالها يقفون أمام الدول العظمى، وهو الدعاء. عن النبي صلى الله عليه وآله: ألا أدلكم على سلاح ينجيكم من أعدائكم ويدر أرزاقكم؟ حتى فلوس فيها. قالوا: بلى. قال: تدعون ربكم بالليل والنهار، فإن سلاح المؤمن الدعاء. بعد إذا دعاء هذا السلاح، بعد إذا خلينا فيه إلحاح على الله، يصير له بعد قوة. والله لا يلح عبد مؤمن على الله عز وجل في حاجته إلا قضاها له، كما عن الإمام الباقر. هذا السلاح إذا في إلحاح ويا بعد دعوة مظلوم، تأثير يصير بعوي أقوى. أنفذ السهام دعوة المظلوم، كما عن الإمام علي عليه السلام. سلاح بإلحاح وفي دعوة مظلوم ومرتبط بالإمام الحجة، بعد يصير وين؟ لا حجة. ونحن نعتقد أن الحجة
عجل الله فرجه الشريف عين الله. عين الله يعني شاهد علينا، وعين الله بمعنى آخر وأنه غير مهمل لمراعاتنا ولا ناسيا لذكرنا. هالكلمة قايلينها للشيخ المفيد، هو يؤمركم ترى ببرنامج ثورة الدعاء في زمن الغيبة، وأكثروا الدعاء بتعجيل الفرج فإن ذلك فرجكم يا باب الله. نحن نستعين بك على الله عز وجل، امتثالا لقول جدك الرضا صلى الله عليه وآله، الرضا عليه السلام الذي يقول إذا نزلت بكم شديدة فاستعينوا بنا على الله عز وجل. شنو الرواية العظيمة؟ إذا نزلت بكم شديدة فاستعينوا بنا على الله عز وجل. صاحب العصر والزمان مكلف من قبل الله برعايتنا، واسترعاكم أمر خلقه. يا باب الله لا تحرمنا من رعايتك ولطفك، فإنا محتاجون إليك، فقد ازدادت المحن وازدادت حاجتنا إليك. بنفسي أنت من مغيب لم يخل منا، بنفسي أنت من نازح ما نزح عنا. يا سيدي بين لي بعض محنة، فهل بعد هتك الأعراض والتعدي على الحرمات وسجن الفتيات والأمهات وتعذيبهن أشد محنة، فهل بعد سجن نخب الشعب وترويع الآمنين منه أشد محنة؟ هل بعد قتل النفس التي حرم الله أشد محنة؟ يا سيدي هل بعد إجهاض الأجنة وشهادة الرضيع أشد محنة؟ يا سيدي هل بعد اعتقال الشباب والشيوخ والتنكيل بهم أشد محنة؟ يا سيدي هل بعد اقتياد وتعذيب الرموز من العلماء والأساتذة أشد محنة؟ يا سيدي هل بعد تجريف وتهديم المساجد أشد محنة؟ يا سيدي هل بعد التعرض للمآتم ومحاولة إحراقها أشد محنة؟ يا سيدي هل بعد إحراق دور العلم وبساتين العلماء أشد محنة؟ يا سيدي هل بعد قطع الأرزاق ودوس الأعناق أشد محنة؟ الله اللهم إني أسألك بحق وليك وحجتك صاحب الزمان
عليه السلام إلا أعنتني به على جميع أموري وكفيتني به مؤونة كل مؤذن وكفيتني إلا أعنتني به على جميع أموري وكفيتني به مؤونة كل مؤذن وطاغ وباغ وأعنتني به فقد بلغ مجهودي وكفيتني به كل عدو وهم وغم ودين وعني وعن ولدي وجميع أهلي وإخواني ومن يعنيني أمره وخاصتي آمين يا رب العالمين. اللهم فك كل أسير لا سيما شيخنا وعزيزنا وكل الرموز الشيخ علي سلمان. اللهم اشفي كل مريض وجريح ولا سيما شيخنا القائد الأب القائد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا منزل الشفاء ومذهب الداء صل على محمد وآله وأنزل على وجع شيخنا وقائدنا الشفاء. اللهم وأنزل على وجع جرحانا ومصابينا الشفاء. كشف الله ضركم وغفر ذنبكم وحفظكم في دينكم وبدنكم إلى منتهى أجلكم. يستحب الإنسان يعني لمريض يقرأ هذا الدعاء. اللهم رد كل غريب. يا الله يا منتقم انتقم لنا ممن ظلمنا وتعدى علينا. فأسألك يا ناصر المظلوم المبغي علي إجابة دعوتي. وصل على محمد وآل محمد وخذه من مأمنه أخذ عزيز مقتدر وافجأه في غفلته مفاجأة مليك منتصر واسلبه نعمته وسلطانه. يا الله يا الله يا الله. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا لطاها يا لطاها يا مصابيح الدجى يا لطاها يا مصابيح الدجى. من غيركم يوم القيامة يرتجى. أعمالنا أعمالنا مرهونة بولائكم. صلى صلى عليكم من إليه الملتجى. النور
النور يذهب بالظلام الأسود، والحب يقتل كل حقد مكمد، ويطيب الأفواه من نفحاته عطر الصلاة، عطر الصلاة، عطر الصلاة على النبي محمدٍ.